ما عرفتش علاش توحشتكم اول مره نجرب الفطور بكري، تعرفوني انا حمش فطور بكري، ما اليوم جاتني على فطور بكري حبيت. حبيت نهضر في واحد الموضوع اللي هو الموضوع ديال هذوك الناس اللي نهار وما طرهم يكسبوا ليا. ديري البيرمي، شري الطوموبيل، ديري البيرمي اختي وديها في راسك. ها ديها في كرك، كاين واحد الحاجه سميتها ديها في سوتك. فاش كتعنيك حياتي درت الكارني ولا ما درتوش؟ فاش كتعنيك؟ اش غنزيدك اش غنقصك؟ دابا فاش كنتي تعرفي غتعرفي شنو كنبغي انا احسن مني، غتعرفيني شنو كنبغي لراسي احسن مني. دابا انت كتبغي لي الخير اكثر من اللي كنبغي انا لراسي. تفكرك اختي راه ماشي كاع داكشي اللي كتشوفو في السوشيال ميديا راه حقيقي. باغ اكزامبل انا درت لكم فوتو ديال الفطور ديالي، محطوط حطيت الخبز حطيت الزيت زمان طلع لا لا، ولكن الغريب في الامر هو انني كليت غير الاومليت والكاشير، الخبز ما كليتوش، الزيتون ما قربتلوش، فكان غير مجرد زواق. ها باش كنقول لكم شحال زوين تكوني عايشه بوحدك. شوف دابا الباسبور ديالي والحاله المدنيه شي يومين ولا ثلاث ايام وما مليوحين هنا، ما كاين لي مسهم. كون كان معاك الغاشي لما نقول لكم راكم تمام.